ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم تورت شوكولاته او كيكه شوكولاته منتهى البساطه باربع مكونات بس. هتعمليها وفي ساعه هتاكليها او ساعه ونص بالكتير قوي هتاكليها، هيبقى طعمها حكايه جدا جدا، هتعجبكم جدا جدا. شايفين طبعا شكلها تحفه جدا، وكمان طعمها هيعجبكم جدا جدا، كريميه جدا ولذيذه، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. بمكونات بسيطه من غير فرن من غير اي حاجه، ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي عايزين ايه في رمضان. انا بفكر في رمضان ان انا انزل 2 فيديو، يعني فيديو مثلا للحلويات اللي هو هيبقى بالليل بعد الساعه 7، وفيديو للطبيخ اللي هو الاكل العادي بتاع الفطار هيبقى الساعه 1. وبالليل الفيديو بتاع الساعة 7 ده ممكن بقى العصاير، الحلويات، الحاجات اللي هي ايه غير الاكل التقليدي اللي احنا هناكله كل يوم. تمام، اكتبوا لي افكار في الكومنتس تحت وانا مستنيه رايكم، ومتنسوش تعملي لايك وشير لو فيديوهاتي بتعجبكم وتعملي سبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه معايا بقى الاربع مكونات اللي هم ايه: بسكوت ساده، كوبايه من الكريمه اللباني، وقطعه زبده حوالي 150 جرام، وكمان شوكولاته 300 جرام من الشوكولاته. انا بوريكم دلوقتي شوكولاته دريم، انا استخدمت نص حليب، نص شوكولاته حليب ونص شوكولاته غامقه. انتوا بحريتكم طعم الشوكولاته اللي انتوا هتحطوه في الكريمه هو اللي هتاكلوه، فكل واحد حر. هو 200 جرام، انا هاخد بار ونص وهقسمهم بالتساوي بين شوكولاته غامقه وشوكولاته فاتحه. ومعايا كمان 150 جرام من الزبده، وكمان قلت لكم كوبايه من الكريمه اللباني، ومعايا بسكوت ساده، اي بسكوت ساده عندكم. تمام، دلوقتي بقى عشان ابدا عايزه ادوب الزبده علشان ابدا، عشان استخدمها في الحاجتين، هستخدمها في الكريمه وكمان استخدمها في البسكوت او التورت. دلوقتي هبدا ان انا اطحن معايا البسكوت كويس جدا 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 علشان لحد ما يبقى ناعم خالص خالص خالص، مش عايزه فيه اي تكتلات نهائي. بعد ما طحنت البسكوت شايفين ما فيهوش اي تكتلات، هضيف عليه الزبده حوالي 100 جرام من الزبده، وال50 الباقيين هسيبهم علشان الكريمه. وافضل ان انا ادوب كويس جدا الزبده مع البسكوت لحد ما يدوب كويس جدا، وكل قطعه من البسكوت متشربه من الزبده، ولازم ادوس عليها تجمد في ايديا. شايفين ازاي؟ ليه بقى؟ علشان لو هي ما عملتش كده لما احطها في التورت واجي اطلعها هتتفكك مني وتفرول. دلوقتي بقى معايا اي صينيه تورت، عندكم صينيه تشيز كيك، عندكم صينيه عاديه، براحتكم اللي انتوا عايزينه. هغلفها، دهنتها زبده كويس او زيت، وكمان حطيت ورقه من الزبده عشان تسهل عليا ان انا اطلع التورت من غير ما يلزق في الصينيه واجرح الصينيه. شايفين بوريكم البسكوت ازاي ان هو لازم يمسك في ايدك كويس. وبعدين هفضل ان انا اساوي البسكوت في الصينيه كويس جدا، واعمل حروف كمان كويسه علشان لما اجي ان انا اقطعه الحروف ما تقعش معايا، وكمان يبقى عامل زي شبه التورت بالظبط. شايفين بعد ما سويت الحروف كلها معايا هنا بقى اي بوله او اي كوبايه، واضغط كويس جدا 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 كده لحد ما اسويه كله. بعد ما سويته كله هحطه في التلاجة بقى لمدة ساعة لحد ما احضر الحشوة. للحشوة بقى معايا ايه؟ كوباية من الكريمة اللباني المغلية، تمام، ومعايا 300 جرام من الشوكولاتة زي ما قلتلكو. واحطهم كده على بعض، وبعدين هحط قطعة الزبدة او الزبدة اللي هي اللي انا قلتلكو عليها اللي هي 50 جرام من الزبدة، هحطها على الكريمة المغلية. كريمة مغلية، بأكد تاني يا جماعة كريمة مغلية. واسيب الخليط ده لمدة 30 ثانية بالظبط او دقيقة، وبعد كده هرجع اخلطه. ليه بقى؟ عشان الشوكولاتة تاخد حرارة الكريمة وتدوب معايا بسهولة، ما تدوخنيش او تعذبنيش وانا بقلبها. دلوقتي بقى هفضل ان انا اخلط الخليط ده كويس جدا لحد ما الاقيه بيلمع كده وما فيهوش اي تكتلات من الشوكولاتة او من الزبدة. شايفين ازاي التورتة ده يا جماعة؟ سهل جدا ولذيذ وطعمه تحفة وكريمي جدا، وبيعجب كل الناس ما شاء الله. حتى لو قدمتيه في عزايم او اي حاجة بجد الناس بتتوهم بطعمه، وكمان هنقدمه في الاخر بشكل انتوا بجد هتحبوه اصلا، وكل الناس اللي عندكم هتحبه. شايفين بعد ما خلاص شايفين القوام بقى؟ طبعا القوام ده بيجمد خالص في التلاجة من الكريمة من الشوكولاتة، مش بيفضل ان هو سايل كده. دلوقتي بقى هجيب التورت عندي طبعا بعد ما حطيته في التلاجة، والطبقة البسكوت جمدت خالص، تمام. هنزل بقى بالخليط ده كويس جدا زي ما انتوا شايفين،
هنزل بيه كده على البسكوت لحد ما لحد كده اخلص كل طبقة الشوكولاتة، وبعدين هسويها كويس جدا. ولو قدرت ان انا احركها بالراحة بس علشان تتساوى في الصينية، ولما اطلعها مبقاش شكلها متغير. دلوقتي بقى بعد ما سويته وحطيت فيه الشوكولاتة، المفروض ان ادخله التلاجة يا جماعة من ساعة ونص لثلاث ساعات لحد ما يجمد خالص. لو حبيته كمان تحطوه ليلة. دلوقتي بقى بعد ما طلع معايا من التلاجة، طبعا غطيته علشان ما يشمش اي حاجة من التلاجة ومبقاش ريحته وحشة او يبقى طعمه مغير زي ما انتوا عارفين. طبعا دلوقتي طبعا بعد ما حطيته في التلاجة، انا حطيته لمدة 4 ساعات. عايزين اقل من كده تمام، بس اتأكدوا زي ما بوريكوا كده ان الشوكولاتة جمدت عشان تعرفوا تقطعوا كويس. علشان بعرف ان انا اطلعه من الصينية، بحطه كده على بولة تحت وافضل وازق كده حرف الصينية بالراحة لحد ما تنزل مني من غير ما اكسر البسكوت. شايفين ازاي طلع معايا بكل سهولة؟ طبعا عشان احنا طبعا دهنين الحروف زيت زي ما انتوا فاكرين. تمام، عايز اقول لكم على حاجه، ان تورت الشوكولاته ده يا جماعه احنا بناخد السكر بتاعه من كميه الشوكولاته. يعني لحد بقى عايز سكر زياده يحط حوالي نص كوبايه من السكر، ودي حاجه ترجع لكم. بس انا صراحه ما حطيتش سكر، اكتفيت جدا بالسكر بتاع الشوكولاته. دلوقتي زي ما انتم شايفين طبعا انا بقطعه ازاي، انا بوريكم طريقه التقطيع علشان تبقى سهله بالنسبه لكم. انا بحدد بالسكينه وبعد كده بنزل مره واحده. شايفين بحدد بالسكينة كده من فوق، وبعدين بتكة مرة واحدة بالسكينة، مش بقطع قطعة قطعة. شايفين ازاي يا جماعة؟ علشان ما تتفتتش والبسكوت يتفتت معايا. شايفين بقى، بصوا متماسك البسكوت مش مفرول عشان كمية الزبدة كافية. زي ما قلت لكم، لو الزبدة مش كميتها مش كافية، البسكوت هيطلع مفرول. لازم اضغط البسكوت في ايديا يطلع يمسك في ايدي. زي ما انتوا شايفين متماسك، شكله حلو جدا. دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ان احنا نزين بقى كل قطعة. بصوا يا جماعة، انا هزين كل قطعة، انا عاملة 8 قطع، كل قطعة هزينها بتزيين مختلف. ممكن انتوا تاخدوا اي تزيين من دول وتعملوا بيه التارت كله. فاهمين ازاي؟ دلوقتي مثلا هرش رشة كاكاو واحط عليها قطعة من الكريز. انتوا ممكن تعملوا التارت كله كده بالكاكاو، ومثلا قطعة كريز في النص، او كل قطعة كريز على كل قطعة من التارت. تمام، دي حاجة ترجع لكم. هنا معايا مثلا بندق، ولازم اضغط البندق كده كويس علشان يمسك في قطعة التارت، ولما اجي اكله ما يفضلش يقع مني او كده. فاهمين ازاي؟ بس ممكن احط على التارت كله بندق، دي حاجة ترجع لكم. ممكن نحط سوداني، اللي عنده سوداني يحمصه كويس كده ويطحنه تكسيرة كبيرة ونحطه على التارت كله، بطعمه بيبقى حكاية. دلوقتي انا هحط على القطعه دي كده صوص من الشوكولاته. معلش الصوره مش واضحه، الصوص الشوكولاته مداري ان انا بعمل ايه، بس انا هعمل خطوط رايح جاي كده بصوص الشوكولاته خفيفه جدا. ماشي، دلوقتي بقى زين القطعه التانية. هنا معايا فرير روشيه، على فكره انا عامله فرير روشيه قبل كده معاكم هنا في القناه، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. طعمها تحفه واحلى من الجاهزه بكتير جدا. القطعة التانية بحط كده فتفيت من البسكوت، بسكوت مفتت عادي نفس القطعة اللي انا كنت عاملاه في القاعدة من تحت، وحطيت معاها قطعة فراولة. شكلها تزيين بسيط جدا، وحاجة شكلها بجد تحفة، واللي يشوفها بجد هيقول ان احنا جايبينها من بره مش من البيت. القطعة اللي انا بزينها التانية دي، انا كده كسرت كتكات، قطعة من الكتكات، وحطيت عليها من فوق قطعة سليمة. القطعة التانية شوكولاتة بيضة مبشورة عادية جدا، ما فيهاش اي حاجة زي ما انتوا شايفين. شوكولاته بيضه مشرطه بالمبشره، بقى انتوا حرين، دي حاجه ترجع لكم. ان معايا القطعه الثانيه دي انا بحط عليها سبرينكلز. سبرينكلز دي النوع المفضل لاولادي، عشان كده انا بحط لهم علشان هم بيحبوه في الاكل، فعشان ياكلوا منه طبعا. وانا مش حاطه شوكولاته، يعني حتى لو هياكلوا قطعه منه فهم ده عادي، ده الطبيعي ان هم ياكلوا من الشوكولاته. ولازم ناكل ولادنا كل حاجه، ما نمنعهمش لا شوكولاتات لا مش عارفه ايه، لا لازم ناكلهم كل حاجه. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ تحفة جدا جدا جدا، كأنك جايباه من بره كمان. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة، متنسوش تعملولي ايه بقى، لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا، باي باي.